مشاهدينا الثامنة من قناة الموريتانية وأبرز عناوينها الليلة. اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة حصيلة زيارة التي أداها صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي. على غرار المجموعة الدولية بلادنا تخلد اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت الشعار عشرية ذهبية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. البيان الختامي لقمة مجموعة الـ20 يتضمن عددا من القرارات والاتفاقيات المتعلقة بمجالات التجارة والبيئة والنمو العالمي. مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. مكنت الزيارة التي أداها صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان لبلادنا من ترسيخ علاقات التعاون والروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وعلى هامش الزيارة تم التوقيع على اتفاقية ومذكرتي تفاهم، كما عكست تطابق وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. مناخ الاستثمار الواعد الذي تنعم به موريتانيا وتموقعها دبلوماسيا في الريادة في مقدمة دول المنطقة مع ما تحظى به من أمن واستقرار وسلم وأمان، كلها أمور جعلت من الجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال العشرية الأخيرة قبلة لقادة العالم وكبار المسؤولين. جديد هذا التألق الدبلوماسي هو زيارة الصداقة والعمل التي مكنت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية من بحث أهم الملفات المشتركة في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين، وذلك في لقاءات مع رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز تناولت في مباحثات ثنائية أحيانا وفي جلسات موسعة أحايين أخرى مجالات التعاون الأخوي أولا ثم الاقتصادي والثقافي في العلمي وما يطمح إليه قادة البلدين الشقيقين من نمو ورفاه للشعبين السعودي والشنقيطي الذين يحفظ لهما التاريخ للتاريخ عطاء وعطاء متبادلا سيبقى للمستقبل إرثا تتوارثه الأجيال. رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز وضيفه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية حضر في القصر الرئاسي جلسة عمل شملت الوفدين المرافقين. وخلال هذه الجلسة تم الإعلان عن بناء مستشفى كبير في نواكشوط متعدد التخصصات هبة من خادم الحرمين الشريفين. ووقع البلدان اتفاقية مع مذكرتي تفاهم، الاتفاقية تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وعلى رأس المال والمنع والتهرب الضريبي. وفي الاجتماع أيضا تم التطرق لأبرز الملفات العالقة دوليا مع التذكير بتطابق وجهات النظر حيال كافة القضايا المشتركة. تلبية لدعوة كريمة من أخيه صاحب الفخامة السيد محمد بن عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية يوم الأحد 24 ربيع الأول 1440 الموافق 2 ديسمبر 2018. وجاءت هذه الزيارة في إطار علاقات الأخوة الراسخة بين البلدين والروابط التاريخية بين شعبيهما الشقيقين، وعكست عزمهما المشترك على تعميق وترسيخ التعاون بينهما في كافة المجالات. وخلال الزيارة قام صاحب الفخامة السيد محمد بن عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعقد جلسة مباحثات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي والإقليمي والدولي. واتسمت هذه المحادثات بتطابق وجهات النظر حول القضايا التي تطرق إليها النقاش. وأبدى صاحب الفخامة السيد محمد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ارتياحهم الكبير لعمق علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين الشعبين الشقيقين، وجددا التزامهما بالعمل الدؤوب على تطويرها وتعزيزها بهدف تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. وتجسيدا لذلك، فقد تم توقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في مجالات حيوية، ومنها المستشفى الكبير الذي أعلن عنه قبل قليل بتوجيه من خادم الحرمين، وكذلك ترميم مسجد الملك فيصل رحمه الله. كما شملت المباحثات بين الجانبين عددا من القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان على دعمهما الراسخ للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفيما يتصل بالشأن اليمني، أكد الجانبان على دعمهما لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقا للقرار مجلس الأمن 2216 الصادر 2015 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. كما أكدا على حرصهما على وحدة واستقرار وسلامة الأراضي الجمهورية اليمنية. وجدد صاحب الفخامة السيد محمد بن عبد العزيز إدانة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لأي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية، وإدانة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشديدة للتهديدات والهجمات الباليستية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية. كما ثمن فخامته باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والممرات المائية الدولية فيها. كما تناول الجانبان الأوضاع في سوريا وليبيا، وأكد الجانبان على دعمهما لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، وحرص الجانبين على وحدة وسلامة الأراضي السورية والليبية، وتعزيز كل ما من شأنه أن يؤمن استتاب الأمن فيهما. كما جددا تمسكهما بالوقوف بحزم في وجه كل السياسات الرامية إلى تقويض الأمن والاستقرار وإثارة النعرات الدينية والطائفية. وجدد الجانب الموريتاني استنكاره لحملة الادعاءات المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، مذمنا الدور الريادي الذي تقوم به خدمة للعرب والمسلمين ودعما لاستتباب الأمن والسلام في العالم. وجدد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز ثقته وثقة الشعب الموريتاني في حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قيادة المملكة إلى المزيد من الازدهار والنمو والتقدم، وفي التعاطي بحكمة وحزم وبصيرة مع مقتضيات المرحلة. ونوه صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمكانة الريادية التي أصبحت تتوهها موريتانيا على المستوى العربي والإفريقي والدولي، وما تحقق في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز من تقدم وأمن وتنمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجهود الكبيرة من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل. وجدد سموه شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز وللحكومة والشعب الموريتانيين على ما حظى به والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة. وقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع دعوة باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وباسمه شخصيا لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز لزيارة المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب. وقبل فخامة رئيس الجمهورية تلبية الدعوة الكريمة على أن يتم تحديد موعدها لاحقا بالطرق الدبلوماسية. هذه الزيارة التي شكلت منعطفا جديدا في تاريخ العلاقات الموريتانية السعودية تعتبر نهايتها بداية لمرحلة هامة
من العمل الدؤوب والتنسيق المتواصل لتسريع تنفيذ البرامج والاتفاقيات المشتركة. تستضيف العاصمة نواكشوط يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري أنشطة عديدة لمجموعة الدول الخمس بالساحل، أبرزها قمة لرؤساء الدول الخمسة واجتماع للممولين والشركاء. قد قطعت المجموعة خلال السنوات الأخيرة خطوة هامة على درب التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجموعة. G5 لقاح الإرهاب والفقر في مجموعة الخمس في الساحل الذي مضى على تجريبه خمس سنوات منذ أن أعلن عنه أول مرة في نواكشوط فبراير 2014. التجمع الأمني والتنموي هو فكرة استراتيجية عربها رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الذي حرص على البحث عن آلية مشتركة تتقاطع فيها البلدان الخمس وهي موريتانيا، مالي، النيجر، بوركينا فاسو وتشاد. التحدي ذو الحربتين الإرهاب والفقر والحل في وجهتين الأمن والتنمية. مقاربة موريتانية أسقطت على دول مجموعة الخمس فكشفت عن فعالية كبيرة لكنها تحتاج تكاتف الشركاء والمانحين، فمسألة الأمن تتجاوز قضايا الإرهاب والتطرف إلى ملفات أخرى شائكة كالهجرة السرية والجريمة العابرة للحدود، وهي تحديات تواجه المنطقة المتواجدة عند التقاء وامتداد جغرافي توبوغرافي طبيعي بين الساحل والصحراء، وهو يشمل أكثر من 11 دولة من موريتانيا إلى خليج غينيا. الفكرة الأساسية من التنمية كرادع تنطلق من مبدأ أن الفقر هو الوازع لكل الأفكار المتطرفة، لذا فإن التنمية تسبق القوة العسكرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنفسي ولجم الشباب الذين هم وقود التطرف عن الخروج على النص، وهي استراتيجية تبنتها موريتانيا قبل سنوات وساهمت في تخلي كثيرين عن أوهام القتل والجنة ومعتقدات التكفيرية المقيتة. المقاربة الموريتانية شكلت مرجعية فيما بعد لروح مجموعة الخمس التي اتفقت دولها على ضرورة المواءمة بين الردع العسكري والتنمية الاقتصادية من أجل فضاء آمن ومستقر، معادلة يبدو أن الشركاء في التنمية بدأوا في إدراكها مؤخرا إذ يعول على المسارات المقبلة في رسم معالم طريق أكثر وضوحا للقيام بعمل مثمر يخدم الأمن والتنمية في الساحل ويحول دون انتشار التطرف والأفكار الهدامة في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يهدد السلم العالمي عموما. هذا وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة برنامج خاص بمجموعة دول الساحل الخمسة ابتداء من الساعة 10 قبل منتصف الليل بإذن الله. أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة صباح اليوم على فعاليات تخليد اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل سنة. كما أشرفت الوزيرة بهذه المناسبة على تدشين فرع للتوحد والإعاقة الذهنية بمقاطعة الإكسر تابع لمركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة. احتفالية بلادنا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة استعرضت في عنوانها العريض 10 من الإنجازات التي حظيت بها شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات. لقد شكلت العشرية الأخيرة فترة ذهبية بخصوص ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقا للبرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز الذي جسد معاني التنمية الشاملة، حيث وجد الأشخاص ذوي الإعاقة فرصتهم في الإنصاف كما وجدها غيرهم من الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع. وتعمل حكومة معالي الوزير الأول المهندس محمد سالم البشير ضمن برنامجها على استمرارية ذلك الاهتمام والعمل على استدامته. ومن هذا المنطلق نخلد معكم اليوم العيد الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار عشرية ذهبية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد جوزيليفي ثمن المكاسب التي حققتها بلادنا لصالح هذه الشريحة والتي كان من نتائجها حضور هذه الفئات في المناصب الإدارية وفرص التوظيف. وبهذه المناسبة هنأ رئيس الاتحادية الموريتانية لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أفراد هذه الشريحة معددا في كلمته بعض المكاسب التي تحققت لصالحها. وطلعت الوزيرة خلال هذا الحفل على نماذج من المنتجات التي اصطنعها أفراد من هذه الشريحة.
في سياق يصل أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة مريم متبلال بمقاطعة الإكسر على تدشين فرع التوحد والإعاقة الذهنية التابع لمركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة والذي ينضاف إلى منظومة البنى التحتية المخصصة لشريحة ذوي الإعاقة. لقد انشئ هذا الفرع من المركز لتطوير وترقية الأطفال ذوي الإعاقة عامة وأطفال التوحد والإعاقة الذهنية خاصة، كما جاء إنشاء هذا الفرع لتخفيف الضغط والفصل في اختصاصات تعليم هذه الشريحة على المستوى المركزي للمركز. أيها السيدات والسادة، لقد تم إنشاء الفرع على الميزانية الخاصة للمركز مع ضمان مجانية جميع الخدمات التي يقدمها من التربوية منها والكفالة المدرسية والتوزيع الحقيبة للتلميذ والنقل. يضم هذا الفرع 3 قاعات لصالح المصابين بالتوحد والإعاقة الذهنية والعلاج النفسي، ورابعة الاجتماعات والندوات بالإضافة إلى ملحق إداري وساحة للترفيه ولعب الأطفال. انطلقت صباح اليوم بنواكشوط ورشة تكوينية حول حقوق الإنسان في القطاع المعدني منظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مشروع ترقية حقوق الإنسان والحوار حول الحقوق الإنسانية الممول من طرف هيئة التعاون الألمانية، وتسعى الورشة إلى التحسيس حول حقوق العاملين في القطاع المعدني. في إطار التعاون القائم بين مشروع ترقية حقوق الإنسان والحوار حول الحقوق الإنسانية الممول من طرف هيئة التعاون الألماني جيزد واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تدخل هذه الورشة بهدف تنظيم دورات تكوينية حول حقوق الإنسان في قطاع المعادن وآليات تسيير الشكايات للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لصالح العاملين في قطاع المناجم في ولايات تيرز زمور إنشيري وداخلة نوادبو وكذا القطاعات الحكومية ذات الصلة. رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة ربيها بنت عبد الودود قالت في كلمتها إن موريتانيا لها مقدرات في المجال المنجمي، مما يستدعي أن تتخذ المؤسسات آليات تمكن العاملين فيها من الحصول على حقوقهم، وبينت أن الورشة خلال أيامها 3 سيركز الخبراء فيها على المقدرات المنجمية والمعوقات وانتهاكات حقوق الإنسان والمقاصد التي يمكن اللجوء إليها ليتسنى للجميع أن يحتاط أو يكون على قدر كبير من الإلمام بهذا التحسيس. بدورها أوضحت السيدة هيك دوم منسقة مشروع ترقية حقوق الإنسان والحوار حول الحقوق الإنسانية أن مدونة حقوق الإنسان تنقسم إلى عدة أقسام، من بينها إحالة القدرات وإدماج المجتمع المدني وترقية حقوق الإنسان وتقديم الدعم الذي يدخل في إطاره التكوين والتواصل، وأن الهدف من هذه الدورة التكوينية هو تقديم المعلومات الضرورية حول القطاعين المنجمي والاقتصادي وتمكين العاملين فيهما من الاطلاع على حقوقهم والوصول إلى الأهداف المنشودة المتعلقة بترقية حقوق الإنسان. بدأت صباح اليوم في نواكشوط عمل ورشة حول الهجرة منظمة بالتعاون بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الإفريقي لصالح مدراء الحالة المدنية بالدول الأعضاء في الاتحاد، وتهدف هذه الورشة إلى إطلاع المعنيين على آخر المستجدات في مجال الهجرة ووضع آلية للتعاون والتكامل بين الأطراف المعنية بهذا المجال للقضاء على ظاهرة الهجرة. عشرات الخبراء من دول الاتحاد الإفريقي يشاركون في هذه الورشة الرامية إلى تعزيز القدرات في مجال إحصائيات المعلومات حول الهجرة. تنظم الورشة بالتعاون ما بين بلادنا والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الإفريقي. المدير المساعد للإحصاء السيد الطالب المحجوب رحب بافتتاح هذه الورشة بالضيوف، معتبرا أن موضوع الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالهجرة يعتبر موضوعا هاما لكونه يرتبط أيضا باستراتيجيات التنمية التي تضعها البلدان المعنية، مشيرا إلى أن بعض الهجرات الداخلية تلقي بالعبء على عدد من الدول التي تحتضن مواطنين لاجئين إليها وما يترتب على ذلك من ضرورات الأمن والعناية بالصحة والتغذية والتعليم. بدورها أشادت السيدة لورا لانغاروتي رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في بلادنا بجهود موريتانيا في مجال البيانات والإحصاءات المتعلقة بهذا الموضوع، وقالت إن القارة الإفريقية قامت بجهود جبارة في مجال المعلومات الإحصائية حول السكان، ومن ذلك اعتماد استراتيجية لتوحيد الإحصائيات في القارة اعتمدت في مارس 2017، وكذلك اعتماد استراتيجيات وطنية وإقليمية لتوحيد الإحصائيات حول التنمية، ما يؤكد التزام الدول المعنية المتزايد بشأن المعلومات الإحصائية حول السكان.
وكان السيد كوفي من الاتحاد الإفريقي قد افتتح هذا اللقاء معتبرا في مداخلة له أن قضية الهجرة تشكل مسألة حساسة، مؤكدا ضرورة وضع آليات واستراتيجيات موحدة لضمان تنظيم معقلن للهجرة في القارة الإفريقية وللمهاجرين الذين يخرجون من القارة باتجاه دول أخرى. مشاهدينا الكرام، الآن إلى جديد المال والأعمال هذا المساء مع فاطمة بنت محمد محمود. مساء الخير. مساء الخير قارية، وجديد الاقتصاد بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ أخبار الاقتصاد بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. وقع البنك العقاري المصري بروتوكول تعاون مع عدد من الشركات الاستثمارية المصرية، وسيمنح البنك بموجب هذا البروتوكول 500 مليون جنيه كمرحلة أولى لإعادة إغراضها، وذلك لتمويل المشروعات الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا. وقد أكدت إدارة البنك العقاري أن توقيع هذا البروتوكول يتوافق مع خطط البنك في التوسع ضمن خطته الرامية إلى تمويل المشروعات التي ستشكل دعما قويا للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية. سجلت المؤسسات المالية الأمريكية بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية صافي تدفقات نقدية من المستثمرين الخارجيين بلغ 5.7%، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المؤسسات المالية الأمريكية 2.9 مليون دولار، مما أدى إلى وجود صافي تدفقات نقدية بقيمة 258 مليون دولار أمريكي. فيما يلي نتابع جد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا لحسن المتابعة، باقي الأخبار تتابعونها مع الغالية بعد هذا الفاصل. شكرا لفاطمه، اهلا بكم جديد. اسفر بيان قمه مجموعه العشرين عن عدد من القرارات والاتفاقيات المتعلقه بمجالات التجاره والبيئه والنمو العالميه، ولما يتمكن البيان الختامي لهذه القمه من حسم بعض الاشكالات العالقه مثل التبادل التجاري والحد من اثار الاحتباس الحراري. حد أدنى من التوافق بشأن الاقتصاد العالمي، جملة تصف البيان الختامي لقادة قمة دول مجموعة العشرين في الأرجنتين حسب بعض المراقبين. البيان بدأ خارجا من أي وعود ملموسة حول الحد من الآثار السلبية لزيادة التوترات في مجال التجارة والتي بدأت تشكل تهديدا حقيقيا للنمو العالمي، واكتفى البيان بإشارة خجولة حول ضرورة تعزيز الحوار للحد من المخاطر على الاقتصاد العالمي وتعزيز الثقة. ولم يشر البيان الختامي لمجموعة العشرين للولايات المتحدة التي تتربع في صلب مركز النزاعات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول ضمن المجموعة. وقد تضمن البيان في عمومه عددا من النقاط لعل أبرزها إشكالية التغير المناخي وحالة الاحتباس الحراري التي باتت شبحا يهدد الكرة الأرضية بسبب الثورة الصناعية. وتطرق البيان لآلية تطوير التجارة وسبل تعزيز النمو وتوفير فرص عمل. وأكد بيان مجموعة العشرين على ضرورة دعم وتمويل صندوق النقد الدولي باعتباره العمود الفقري لشبكة الأمان العالمية. واهتم البيان بضرورة محاربة الفساد وضرورة تطهير المؤسسات الحكومية من الفساد. كما شددت مجموعة العشرين في بيانها على أهمية تطوير البنى التحتية لكونها محركا رئيسيا للنمو العالمي. مشاهدينا الكرام، أخبار الرياضة هذا المساء مع محمد طلحة. مساء الخير محمد. مساء الخير غالية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أخبار الرياضة بعد الفاصل.
يواصل نادي أفس الواليب تدريباته بالعاصمة المصرية القاهرة تحضيرا لمواجهة فريق أهلي بنغازي الليبي ضمن مباراة إيابي الدوري الأول التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. وكان النادي البرتقالي قد وصل البارحة القاهرة قادما من محطة توقفه بالدار البيضاء أثناء رحلته من الواكشوط إلى القاهرة. ودخل الفريق مباشرة إلى مقر إقامته بالعاصمة القاهرة قبل أن يجري صباح اليوم حصة تدريبية للوقوف على حالة الفريق بعد أن أجرى حصة تنشيطية يوم أمس بمدينة الدار البيضاء المغربية، فيما خاض مساء اليوم حصة تدريبية على ملعب بيتروسبورت بالقاهرة حيث سيواجه أهلي بنغازي مساء الأربعاء القادم. وكان لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين بملعب المرحوم شيخ الوبيدية في نواكشوط قد انتهى بفوز الواليب بنتيجة هدفين لهدف. في سياق آخر، يواجه فريق كينغ نواكشوط غدا بالعاصمة الإيفوارية فريق ستاد أبيدجان ضمن إيابي الدوري التمهيدي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وسيستفيد الفريق الموريتاني من مباراة يوم غد من عودة مهاجمه المتألق سيدي تودي، خاصة بعد مشاركته في التدريبات مع باقي زملائه على ملعب روبرت شام بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان. وأغاب سيدي عن الملاعب منذ مباراة نهائي كأس رئيس الجمهورية التي خسر فيها ناديه اللقب أمام فريق أفس الواليب بو بركلة الترجيح. وكانت مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب المرحوم شيخ الوبيدية بالعاصمة نواكشوط قد انتهت بفوز الفريق الإيفواري بنتيجة هدفين مقابل هدف. نظمت الاتحادية الموريتانية للتنس بطولة وطنية للعبة بالعاصمة نواكشوط، وقد عرفت هذه البطولة مشاركة ما يناهز 50 لاعبا من عدة مدن داخل البلاد إضافة إلى العاصمة نواكشوط. هنا بملاعب كرة المضرب التابعة لنادي راسن كليب، نظمت الاتحادية الموريتانية لرياضة التنس الأرضي بطولة وطنية بمشاركة 55 لاعبا من مدن زويرات نواديبو ونواكشوط. البطولة شملت مختلف الفئات العمرية التي تتنافس عادة في مثل هذه البطولات الرياضية. البطولة كانت منظمة من الاتحادية الموريتانية لكرة المضرب، كانت بطولة جيدة مستوى عالي، كانوا فيها لاعبين لباس بهم، مستوى هذا العام شبه هو من العام الفايت. بطولة التنس عرفت إقبالا كبيرا من ممارسي هذه الرياضة الأولمبية التي تم التنافس فيها على نيل جوائز زوجي الكبار التي توج بها اللاعبان عمر يباوة ومحمد صديق، فيما توج بفردي الكبار اللاعب الحافظ سعيد. وعلى مستوى فردي اللاعبين دون 14 عاما فقد شهد تتويج اللاعبان عبد الفتاح ومحمد عبد الله. وفي فردي دون 10 عوام نال لقب البطولة اللاعب عبد العزيز صل متبوعا باللاعب الشيخ شماد. كانت دورة مفتوحة شهدت إقبال كبير، جاءت تبارك الله ياسر من الناس، جاءوها واحدين من نواديبو ولاعبين من الزويرات ومن واكشوط، كان فيه جو زين ما شاء الله. ذا النوع من ترنوهات مهمة للاتحادية به اللي يحيي هذه اللعبة، يحيي لعبة التنس، نحن مهمة عندنا. الاتحادية الموريتانية للتنس الأرضي ستنظم خلال الأسابيع القليلة المقبلة دورات تكوينية في مجال التحكيم والتدريب. احتضن الملعب البلدي في مقاطعة تيارت منافسات بطولة رياضية منظمة من طرف عدد من الفرق الشبابية والرياضية بولاية نواكشوط الشمالية، وقد عرفت هذه البطولة تنافس المشاركين فيها من الناشئين في رياضات مختلفة. جمعية شباب مقاطعة تيارت الرياضية بالتعاون مع نادي زويتان الرياضي تنظم هذه البطولة الرياضية التي شهدت مشاركة ما يناهز على 15 لاعبا من الناشئين دون 14 عاما. اللاعبون تنافسوا في رياضات مختلفة من بينها سباق للعدو على مسافة 200 متر داخل الملعب البلدي بمقاطعة تيارت، حرص خلاله اللاعبون الناشئون على إظهار إمكانياتهم في هذا اللون من رياضات ألعاب القوى. كما شملت البطولة تنافس اللاعبين في رياضة القدرة والتحمل عبر سباق الحواجز، وهو سباق عدو يتم عبر التسابق داخل سلات لمسافة 100 متر. دخلنا في الزقايب عدنا نشاركوا بهم وبعضنا عدلوا مسابقة الشاري. المسابقة زينة شاركنا فيها.
شاركت في هذا السباق وعدت سباق مع أصحابي وشاركنا نحن كاملين في هذا السباق. التظاهرة الرياضية اختتمت بسباق ترفيهي أظهر قدرة المتنافسين خلاله على التوازن والتركيز والتحمل. اليوم جينا في التظاهرة نمثلوا الأندية والجمعيات هنا تمشينا لها اخترنا نعدوا التظاهرة في بريمير المقاطعة الأولى تيارت لأن هي المغذي لأكبر الفريق الوطني. المقاطعة كانوا هنا التركي حاولوا دائما يمشوا شور بليات اخترنا نجمعوا أطفال المقاطعة نكونوهم للرياضة للأجيال القادمة. الرياضة عادت مهمة في البلد. يلا يلا كل حد عنده ولو يحاول يمشي هنا كانوا يتابع قرايته أولا نراقبوا على قرايته ثانيا مولي لا يتكون على الرياضة ويعود مولي معروف له شيء بإذن الله. ولي كاتوغوري الأخرين عندنا كيف ترازم ديفيزيون داخلنا وداخلين جميع النشاطات الرياضية لمستوى الولاية الشمالية. النشاط الرياضي توجب بتقسيم مجموعة من الجوائز والكؤوس على اللاعبين الذين تمكنوا من نيل المراكز الأولى في هذه التظاهرة الرياضية المنظمة بمقاطعة تيارت. نهاية أخبار الرياضة بعد الفاصل. عودي الغالية متعمرشين بعد الفاصل. شكرا طلحة. مشاهدينا ختاما لهذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة حاصلة الزيارة التي أداها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي. على غرار المجموعة الدولية بلادنا تخلد اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار عشرية ذهبية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين يتضمن عددا من القرارات والاتفاقيات المتعلقة بمجالات التجارة والبيئة والنمو العالمي. انتهت النشرة. شكرا لكم على كرم المتابعة. نلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليل. إلى اللقاء.